يرى الخبراء ان زياره رئيس جيبوتي الى مصر سيعقبها زياده في التبادل التجاري ما بين مصر وجيبوتي هذا بالاضافه الى زياده الاستثمارات المصريه في جيبوتي كما يشير الخبراء الى وجود فرصه كبيره للحاصلات الزراعيه المصريه لدخول الاسواق الجيبوتيه وتسهيل نفاذ الصادرات المصريه لدول القرن الافريقي تطور لافت في العلاقات المصرية الجيبوتية على المستوى الاقتصادي عكسه تلاقي الدولتين في العديد من المحافل واللقاءات الثنائية حجم التبادل التجاري بين مصر وجيبوتي ارتفع ليسجل أكثر من 48 مليون دولار خلال عام 2018 مقابل نحو 38 مليون دولار خلال عام 2017 وفقا لتقرير صادر عن إدارة الدول والمنظمات الأفريقية ووحدة الك. مسا بجهاز التمثيل التجاري وقد أوضح التقرير أن الصادرات المصرية إلى جيبوتي ارتفعت لتسجل 40 مليون و 880 ألف دولار خلال عام 2018 مقابل نحو 34 مليون دولار خلال عام 2017 وأشار التقرير إلى ارتفاع الواردات المصرية من جيبوتي لتسجل 7 ملايين و 130 ألف دولار خلال عام 2018 مقابل 3 ملايين وتسعمائة وتسعين ألف دولار خلال عام 2017 وشهد عام 2021 قيام وفد مصري كبير من مختلف الوزارات والشركات ورجال الأعمال بزيارة لجيبوتي لبحث تعزيز العلاقات الثنائية بين مصر وجيبوتي فضلا عن التشاور السياسي حيث شهدت الزيارة إجراء لقاءات رفيعة المستوى مع كبار المسؤولين في جيبوتي وقد تناولت اللقاءات أوجه تطوير التعاون الثنائي بين البلدين في شتى المجالات، وذلك تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية المصرية، بدفع العلاقات بين البلدين، وتنويع أطر التعاون ليشمل كافة المجالات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية. وفي إطار العلاقات المتميزة بين البلدين، تتواصل الجهود الحكومية بين مصر وجيبوتي لتعزيز العلاقات الاستثمارية الثنائية، وتطوير التعاون المتبادل بين الطرفين، من خلال إنشاء إطار تنظيمي كفء وفعال لتبادل المعلومات حول مناخ وبيئة الاستثمار في البلدين والمبادرات الاستثمارية في مصر وجيبوتي التي يمكن أن تحقق الأهداف الاقتصادية المتبادلة للطرفين وتعريف كلا البلدين بالفرص الاستثمارية المتاحة